تكريس الأيديولوجيا يبدأ بتجهيل المجتمع، وهذا ما يدركه الحوثيون. لذا كان البؤس والتنكيل مصير المعلمين والتربويين اليمنيين منذ الانقلاب الحوثي. صنوف من المعاناة يكابدها أولئك العاملون في حقل التعليم اليمني، فلم يكتف الحوثيون بقطع رواتبهم لإجبارهم على العزوف عن مهمتهم في تنشئة الأجيال، بل كانوا ضمن الأهداف الحوثية للقمع والتعذيب والقتل بدم بارد. الجريمة المغيبة، تقرير حقوقي نشرته نقابة المعلمين اليمنيين وثق حجم الانتهاكات التي طالت منسوبيها، إذ تنوعت الجرائم بحقهم بين القتل والإصابات والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، الاغتيالات وإصدار أحكام الإعدام والتهجير، جرائم سجلها التقرير ضد المعلمين اليمنيين، والأرقام التي أوردها التقرير مفزعة. جرائم الحوثيين لم تقتصر على المعلمين، فكل ما يمثل العملية التعليمية في اليمن كان ضمن بنك الأهداف الحوثية، بتدمير مؤسساتها والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتجنيد الطلاب وغيرها من الانتهاكات. تقرير نقابة المعلمين تأكيد على أن التعليم لم يسلم من توظيفه لتكريس التطرف وتغييب العقول وغسل أدمغة النشء من قبل الميليشيات الحوثية خدمة لمشروعها الإيراني.